مناسبات دانو اهيد ميد لغو ليره قرين اي ارضي برطي قرآن كريمكا يكوو برطي فرتي هنگاد كنمي دا ارضي دا معهد كالإمام الداني ايا لغو قبطي حافظ اسلي مقالة نيروبيا عاصمة دالكا كينيا وحانا مناسبات دان كسو قيب قليق قيبها كالجلتين برشادة علماء الدين قراء معلمين ايو والدين وغهرين ارضي دا ايا مناسبات كسو بندقي نشاطات ايو وحيبها يكو برطان معهدكا ضيوفنا الكرام احييكم باسمي وباسم الطلاب وطالبات معهد الامام الداني للدراسات الإسلامية واللغة العربية بأفئدة تفيض بنور المحبة وقلوب تنبض بروح المودة وعبارة وحملة بروح الإسلام والإيمان نرحبكم وأهلا وسهلا بعدد النجوم في السماء وبعدد الحروف في القرآن أهلا بكم بعدد ما أنزلت السحب من قدرات وأمطار. أيها الضيوف الكرام، منا كل التخريج والمحبة والتحية والتحية التي يحملنا عن مدى سعادها عن مدى سعادتنا وفرحتنا بزيارتكم الكريمة لنا وبانضمامكم لنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وذو الرأي ورش بين وفي أراء وذو الرأي ورش بين وفي أراء كهم وذوات اليار خلف له ولاء ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلا ويا ويلتا أنا ويا حسرة ضوو وعن غيره قسها ويا أسف العلا ولماذا معلمين تي يا والدين تي كسو قيب قشي مناسبة دا يا أيقنا كهالي قوبتا ولادها ماركا مانتا قلن جبيي آد من غفر حسناي حضور كان وجودا ومعرفة آت وإفتي ميسو وقروح ذا بدن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوينيين وشرفين هذا من وفر حسناي أرضي لأدى تخرجتي بإذن الله تبارك وتعالى قفك لو جامعة إسلامية وكلا ونفضين كرنا دملا جامعات من القرى جامعات كسعودية بنين وبنات با قبدا يويلل با شروط هذه كامل كدقان انت اسمرك فرصة بدنا كجرتو ومنحة دراسية حاجة جامعات سعودية وحاجة الفرصة كجرتها المسجد النبوي سيد النبي فرصته حاجة جت وحب رشاة قرآن ك حفظ قيسة إجازة قيسة تسعيل قيسة ولبا أونلاين هدار بتيت هي أضرب مركع مش تكتبه حفظ المتون العلمية نساسه وكله جرتها أيضا أو مسيد النبي عليه الصلاة والسلام برنامج صدام ويلي اللي قبله قف كستا وكفى إذا سنكر قف وين قف يا رب مركع فرصة أنت بلندتك مهلا أنت بدنا كمور قوام به مركا فرصة سعيد ويجرى إن شاء الله تعالى أرضي أن تخرجتي زي كان أرضي ذا معناه وحوية هي أرضي وحبارتي وان أرضي يعني هم بارسن علمي إيه قرآن هم بارسن وين مركا قرآن تي أنا كون قن مايو وشي دكتور إبراهيم وش هاي أنا وحنا الله الدلال مهاي لي أوف أن دلال مال مجارايو ugu dambeyn maamulka guud ee macadka Imaam Udani ayaa soo gabagabeeyay munaasabadda waxaan dib u furnay sanadkii hadii tagay 2023 bishii May ayaa macadka dib loo furay waxaan dib u furnay taqriban muddo 8 bilood ma laha sidoo kale aanu maleynaya xilliyadaas ayaan dib u furnay waana qaybiisu qayb badan oo aad ka kooban yahay qismiga qaraadka sidoo ugu jira sidoo kale waxa lagu soo koriyay qismi taxfiid oo ilmaha yarka iyo dadka waaweyn yarka ah سيدوك على قسم وحلي هاي المرأة الإعدادي والثانوي وإسلامي علوم الشريعة لجوبرتو سيدوك على وحلي قسم القراءة والكتابة وتجري وانتبه كفاية إذا استان قسم اللغات نولي هاي
إنها سيوم عاد كذا قبيس أي ككوبيهين رنت أرضي إذا إديم وقطع يعني تكقل الجبين إذا سنة كان أما الدفعة دي كوبادة قيبتها مرحلة إعدادية ابتدائية هي قيب القراءة والكتابة هي قيب قسم التحفيظة هي قيب لحد يوم مرايسه قسم القراءة قسم القراءة كي لحد يوم مريان إنها سوى أرض القيبة هذا أفر تاس دفعة أي هذا ما أنت الدفعة ذا كوبات حفلة دي يو سؤالوين تودي يو مرحلة ده إيسو مرين إن كل قيب قادنا فرحة ده ما أنتو تاجن هيرنتي وحن جعلها إن نوم هاد علي دمان علماء ده مرتدى إنه الإمامين يكوجران شعب ده واحد إمامك مسجد الهداية شيخ عبد الواحد وشيخ عثمان مسجد كإمامك مسجد كصفا وحنا لجوجا الشيخ المغرى القاري سعاد دكتور إمام العلا يعني لجوجا يا ولكن سيدو كله يدمان الشيخ عيسى يا شيخ عبد الرزاق دمان وين لجوجا مرتين ويهين هذا يوم ما سين سيدنا صار شرفين وقت قدام حنا قصيان وأنا ما أدعي سيدو كله والدين تا مر والبقرة بينوها قاشان إنه إن لجوجا يجان وأنا ما أدعي لنا لذلك يهدي إن لبحيان أرددنا السدوة كلا دذلك بحيان وكما هاد علينا نايج مرحلنا كسو قارن وأنا كما هاد سيهين علمي قوذن إله وبركة على النهاية. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة.